يا الله. اللي بقول لك طاخ طيخ، ما هي اصلا طالعه هاي كله حلقوم. لا يا عم، مش كله حلقوم، الشغل عن شغل بفرق. عشان هيك بتلاقي بيت شقير بالذات مميزين بهاي الصنعه، معروفين فيها، هدول كلهم بيشتغلوا بصنعه الراحه. الله يديمه، هذا اثري، هذا عمره اكثر من 70 سنه. بتضل هاي الصنعه بتذكرني بابوي، بتذكرني بعمومي الله يرحمهم، كان يشتغلوها على الحطب. سر المهنه ما كان يعطيه لحدا، عياراته ما كان يرضى يعطيها لحدا. لو ما حس انه ما بلش حدا يشتغل فيها كان ما اعطاني اياه كمان بجوز. انا لما بفتح بدري باخذ بروده الجو تبع المحل نفسه، هاي بدها شويه بروده، يعني ما تتجاوز درجه الحراره من 25 درجه. فاحنا بناخذ هذا الجو، جو الهواء البارد. ابوي الله يرحمه تعلمها مع واحد كان اسمه مصطفى الشيخ بالشام. فلما اجوا لهون بالعشرينات، اجوا لهون او قبل العشرين حتى كمان، ضلوا معه. بعدين انفصل عنه واشتغل لحاله بالشام. لما بيحبك بده يضيفك، بضيفك راحة مع بسكوت. ظلت الشغلة هاي هي أرخص شغلة موجودة، ومع الأسف مع العلم إنه هلأ لبين ما تنزل ولبين ما تتعبى مش قبل الساعة 10 رح تخلص. يعني إنا من الساعة 3:30 تقريبا وإحنا عم نشتغل فيها للساعة 10، وسعرها بسيط وقليل، يعني سعرها زي ما بقولوها هلأ هيك تلطيف للجو ومتناول الجميع. احنا هون كنا 5 عمال، 5 موظفين كلنا. هلا صفينا انا وام محمد، بس يعني شاب جبناه من 4 5 ايام يعني، بس مشان يعني يحوص بيناتنا، يساعدنا هيك تنظيف، يساعدنا بالترتيب. بس عادي مشكلتنا بالغلاء الموجود، كل شيء ارتفع، كل شيء صار غالي. يعني كيس النشا كان حقه 10 دنانير، 9.5 ليرات، 10 دنانير صار حقه 20 دينار. سكر 10 كيلو او 9 كيلو حقه 5.5 ليرات الكيس. اول كان حقه 2.80 3 ليرات، شوف قديش ارتفع. من عيلتنا احنا ما ضل في حدا غير يشتغل فيه. مردودها عم بخف كتير، يعني زي ما بقولوها انه انت بطلت تقدر حتى تحصل غير لقمة خبزتك، بس خبزتك غير هيك ما فيه.